ماشي السيل ديالو جاي غير رقم الدراري صحابو وكلشي ماشي شي حاجه كي جا كيكون هنا في مدينتكم ماشي شي حاجه اللي تزاز ولا شي حاجه اللي تنقصات فهمتي بالنسبه لي انا عادي انت شنو السيل ديالك انا اي بوب اشرح لي هذا السيل اي بوب بحال انا كنتابع لي بوب في الموسيقى موسيقى ميوزك راب ميوزك شعر كيديروا العميقين مش عميقين اصاحبي ما نقولش عميقين هو كله عقلو انا بغيت ندير بحال هكا ستريت وير ماشي ستريت وير واخا ستريت وير واخا كنقدم شويه واحد تحرف شويه صافي الا قلنا على شي اغنيه من الملحون ملحون لا كنعرفش والله ما حافظه والله ما حافظه والله ما حافظه وقتاش هذا الراب الراب لا تعبونا هاد الاكسس وهادشي وتمسكوا لي لا ما كاينش شي بلاصه خير ما بيش زوين كان داكشي زوين لا من ناحيه التسير داكشي كلشي كان زوين بخير انا اصلا كندير مع الدراري داكشي ديال عيساوه اغنيه لا عافاش صراحه دقا والله شي واحد حافظ شوف حافظ داكشي ديال عيساوه ولكن ما يمكنش شي قدام الكاميرا والله خويا مهرجان زوين هو بالنسبه للساكنه ديال ازمور غريبه دايره طيبه كيديروا هاد الناس هادي فهمتي ولا بالنسبه للملحون غير كل واحد وشنو اللي كيهتم بحال حنا اليوم انا اصلا جيت على حساب عيساوه جيت نتفرج في عيساوه ساعه ما نكذب عليه واحد الذوق ديالو حنا ما مشناش عيساوه فهمتيني شنا واحد طالع كيهلل تمايا وصافي يعني كانوا في البروغرام علاش ما داروهم ولكن هما داروهم عيساوه هما اصلا اللي طالعوا لابسين توني هو توني ديال عيساوه ومشاريع ديال عيساوه ولكن بالنسبه للسيد شون شون داكشي ما الشيخ ديالهم ولا المقدم ديالهم كيف يقولوا ما عجبنيش انا كيعجبني السيد ديال عيساوه مرحبا وألف مرحبا اخويا الله يعاودي وخا الصوت شويه ماشي مش مشكل ماشي مشكل هاني اسمع انا نعطيكم قصيده ديال الحرم يا رسول الله من واحد شويه ديالها والحرم يا رسول الله لا من يا حبيب الله حرم جيت عندي قصد سيدي رسول الله انا في حماك وحرمك يا طه حبيب الله والحرم جيت ليك مقصد صاحب شفان مجد خاف نزلتي نتمرمد يوم الوقوف عند الله على عليك يا محمد على راسي فاد مولاه خويا جاو زوين تنظيم كان زوين فهمتيني بنا نضارو شمالي شي شويه انت تضارب شمالي اليوم لا عادي نورمال 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 واش كنت مزير عليهم الصدر ما بغاش يخلع عندنا لا والله انا خويا فهمتي داك الشيء ما شنو نقول لك غاتشري تي شيرت قدك وهاد الكا ضروري يمشي بلايص ما مقاديش فهمتي بلاصة مقادة وبلاصة ما مقاداش شوية كنحاول نتريني كنحاول نتريني ضروري خصهم الدراري تريني ضروري اخويا شنو نقول لك الا ما كنتيش غادي دير واحد الدومين ديالك ماشي مشكل على الاقل تكون واحد ثلاث ايام في السيمانه راه ماشي شي حاجه فهمتيني ضروري تحافظ على صحتك ماشي اللي كيتريني راه باغي يولي كوتش ولا راه باغي يولي شي لعيبه فهمتيني ضروري من الاحسن انك تعطي صحتك واحد الوقيت شنو الراي ديالك كيطلع الفوق كينسى لتحت خويا هذاك هو اكبر واحد كيغلط ديجا لتحت غيعاونك باش تطلع الفوق فهمتيني كلشي عارف بلي راه التستوستيرون كاين في الفخار يعني هو اللي غيعاونك تطلع الفوق خويا راه لتحت هو الساس فهمتيني مبني على باطل فهو باطل من الاخر كنت دابا اليوم انا خدمت اليوم واقف شو كدير واقف واقف لا انا ما كندير والو انا اسي ماشي على قبل الدريات واقف لا والو خويا زين تفرش بعد اللي حيره بينك معقول لا والو لا اصحابنا دابا من اصحاب الاخرين نجي اصحاب الجيلياس نجي اصحاب افغانستان ولا شي لعبه فين هو مازال ساعه منين انا خويا من كارزانا المهرجان مزيان ولكن كاين واحد الحويجات اللي ما عجبونيش انا بحال الطريق ما مصوباش وبان مازال الشوك هنا بزاف خصهم ينقادوا هاد الحويجات بعدا المهرجان زوين ولكن هاد الشيء ما عجبنيش انا بعدا و لا مدينه ازمور هي مدينه عريقه ومدينه تاريخيه ولكن الحويجات اللي خصهم يقادوهم خصهم كاين شي حويج خصهم يتقادوا قبل هاد المهرجان فهمتي خاص مازال خاص فهمتي خاص الطرقان خاص يتقاد قاد لي الموحات انا دير لي المهرجان هذيك الساعه غنتفرج فيه شنو غادي نقول لك كل عام تحطوا هنايا وشنو غنقول لك حنا من هاد الساكنه ديال القصبره فهمتي ومن الناحيه ديالنا حنايا ماشي نستافدوا حتى شي حاجه ما فهمتيني
والو تيجيو كل عام بحال هكا كل عام بحال هكا. اولا خاص بزاف انت تما تيجي كتشوف الدنيا كيفاش دايره، عاش الطبو كيطلع الاكل لوح تيشطبو تيلوح فهمتيني، ما تينقيوش كاع انت دور الكام تما وشوف فهمتيني. ما شنو نقول لك، هادشي حنا اصلا ما تنخدموناش اول حاجه، ما تيخدموناش تيعطيو الجروبات بحال الجروب 4 فهمتيني، ما تنخدموش حنايا ما تنستافدوش حتى شي حاجه من هاد الناس والو، هاد الساكن لا ماديا لا معنويا كاع بجوج. ويا جبنا المهرجان جينا بغينا نشوفوا الاجواء نشوفوا الملحونيات فين وصلات، حنا دابا جينا شفنا العائله وجينا بطنا الناس ضروري فهمتيني، التراث ديالنا ضروري ما غادي يعجبنا. ديك عاجبك؟ اه شكون ما يفتخر، شكون ما يفتخرش ببلادو اخو؟ هذاك الملحون. واه عزيز عليا الملحون، موسيقى الملحون، واخا انا ما عزيزهاش عليا لا ما حافظتش. شمس العشية غيبي لا شي هيبي. لا لا والله ما حافظ ابي، لا الله يجي درت لي احراج. لا لا درت لي احراج. ها؟ الله ما ماشي نكذب عليك، لا لا حيت لدويش انا نوضك لدويش انا غادي نطيح بالملحون هو اللي كبير عليه. على ود ازمه. نعم؟ خاصة؟ خاصة بزاف. ماشي ميراج انا ما ساوين والو بالنسبة لازمة. خاص شي حاجة أحسن. فهمتين؟ أمن. شي طبيب شحال من حاجة خاص. ولكن المهم حنا ما ندخلوش هاد الاجواء، حنا اجواء الملحونيات. شوف دابا انا كنت بركه في كانت صحاب العشناوي كاين زكي العشناوي، وملي ما كان ملي شفت هاد الزوق عجبني ماشي ما عجبنيش، ولكن زكي العشناوي كنشوف هاد الناس مالهم معاه ملي كيطلع الخشب وداكشي حتى من البوق ما عطاوش ليه، هو اصلا زموري ورث هادشي من جد لجد. وسبحان الله العظيم دابا ملي جيت بركت نسحب راسي غادي يكون تصدمت وخافوا من دارني شويه. ما المهرجان ديال المدينه كيعطي فرصه للولاد، ما كيعجبش العشماوي هو اللي داير هذا الشيء. لا واش المهرجان ديال المدينه كيعطي فرصه لولاد المدينه؟ ما كيعطيش الفرصه لولاد المدينه، ما كيعطيش الفرصه لولاد المدينه، خاص ولاد المدينه اللي خاصهم يطلعوا، ولاد ازمو اللي خاصهم يكونوا. في العشماوي عبد العفود العشماوي في 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 ان دوك. ولكن علاش ما كيعطيوش فرصه؟ الله اعلم ما عرف، الله اعلم ثاني ما عرف. داكشي ما يتعرفش الله اعلم.